كل يوم رجال شرطة هم مجندون صباح مساء في عمل متواصل للحفاظ على سيرورة القوانين الوقائية والجذرية لكي تم اعتمادها للحد من انتشار فيروس كورونا لحماية المواطن المغربي. توجهوا إليكم اليوم في إطار هذا الاجتماع الذي عاهدنا القيام به صباحا ومساء من أجل الرفع من الهمم لهؤلاء الشرطيين الذين يبذلون كل غال وكل نفيس خلال هذه الأيام العصيبة من أجل خدمة أحسن لمواطني ورعايا جلالة الملك بمختلف ربوع المملكة. سنخرج خلال هذه الحصة بالتطبيق الصارم والفعال لقواعد الحجر الصحي وكذلك العملية التحسيسية الموازية التي نقوم بها عادة للمواطنين قبل الزجر، لأن الزجر لا يفيد، ولكن على المواطن أن يعي بأن الإجراءات الصحية التي اتخذت تحت الرئاسة الفعلية لجلالة الملك وبقرارات حكومية ملزمة أنهم يلتزمون بما أمرت به القرارات المتخذة والقوانين التي اتخذت في هذا الباب. إذن نحن كأجهزة موكول لنا إنفاذ القانون، نحن ملزمون بتنفيذه، ولكن أوصيكم أولاً وقبل كل شيء بالتوعية قبل الزجر. الزجر الذي نتوخى منه حماية أرواح الناس، حماية المواطنين، حماية من تغلغل هذا الفيروس في مختلف الأحياء خاصة الأحياء الشعبية. إذن على بركة الله نتوكل خلال هذا اليوم، وشكرا لكم دائما على الجدية التي عهدت فيكم وعلى نكران الذات الذي ما فاتئتم أنكم تولوه لرعاية جلالة الملك. عناصر القوات الأمنية، مدرعات القوات المسلحة الملكية، عناصر القوات المساعدة والدرك الملكي، صبحنا كنشوفوهم شوارعنا كل يوم بعدما تفرض الحجر الصحي. ومع السيد محمد العلماوي رئيس وحدة التنسيق والتتبع بولاية أمن الدار البيضاء غادي نتعرفوا معاه أهداف هذه الإجراءات الأمنية. كيف ما تيخفاش عليكم، منذ الإعلان العملية ديال الحجر الصحي في المملكة المغربية انخرطت جميع القوى بمختلف الأنواع ديالها، للأمن، القوات المسلحة الملكية، القوات المساعدة. وأنتم تلاحظون اليوم أن التشكيلات تجوب ولاية الدار البيضاء الكبرى طبقا لواحد البرنامج اللي مسطر من طرف ولاية الأمن ليلامس جميع الشوارع والمدن من أجل تحسيس جميع المواطنين للانخراط في هذه العملية اللي تتبقى واحد العملية مهمة اللي خاص الكل يستجب لها طبق واحد المعايير اللي نصت عليها القوانين من طرف الحكومة. والهدف من انخراط القوات المسلحة ما كيف تتشوفوا التشكيلة الآن تيتقدمها دراجي دائما، وكاين العناصر ديال القوات الأمنية، وكاين المدرعات ديال القوات المسلحة الملكية، وكاين العناصر ديال القوات المساعدة. هاد الوحدة تجوب الشوارع بأهداف مخصصة تلامس جميع النقاط، خاصة أماكن التبضع، الأماكن التي توافد عليها واحد العدد ديال الجمهور. الهدف هو تحسين المواطنين، والهدف الرئيسي من إشراك القوات المسلحة الملكية إذ يبرهن على تلاحم جميع القوات بمختلف الأنواع ديالها، والتنزيل ديال القوانين والتنزيل ديال التنظيمات والقوانين نصت عليها الحكومة على أرض الواقع. الإعلان على الحجر الصحي ضد أزمة كورونا ما كافيش، هادشي علاش تعطت أوامر سامية ملكية لتشديد الإجراءات الأمنية بشوارع البلاد. بدأت العملية ديال الحجر الصحي، راه كانت هناك أوامر سامية ديال صاحب الجلالة ناصره الله باش ينخرطوا جميع القوات وعلى رأسهم القوات المسلحة الملكية ونخرطوا في جميع أنحاء المملكة. بكل صدق وبكل أمانة أن معظم البيضاويين والمواطنين منخرطين نظراً للحب اللي تيكنوه الجميع لهذه القوات وعلى رأسهم القوات المسلحة الملكية. دائماً يكون كاين واحد الانخراط كبير،
ودائما كاين اعوان السلطه المحليه، كاين رؤساء الدوائر، كاين العناصر الامنيه اللي عندها الدرايه اللازمه في هذا الشان، ودائما تنتصوا بعض المسائل اللي تتكون طفيفه، والاشخاص اللي ما تيمتثلوش القوانين وتيتم تطبيق القانون اللي في مسطر في هذا الشان. مراقبة جوال المواطنين كثيرة وخروجهم صبح محسوب، هادشي علاش خرجنا مع عميد الشرطة الممتاز نجيب العزوزي للميدان باش نرصدوا مراحل المراقبة الأمنية وأيضا نوقفوا عند كل تجاوزات. فين غادي لنا شريف؟ درب وزة. فين كنتوا هنا؟ أشنو عندكم في عبد المؤمن؟ ها؟ غادي يسلم في السوق. في مشكلة. شنو هما مثلا الامور اللي كتحاولوا تشدوا عليهم في مراقبه ديالكم للسيارات؟ هي امور قانونيه وفق الاجراءات اللي هي اتخذت في اطار هذا الحجر الصحي. كاين واحد الحالات اللي هي استثنائيه، كنشوفوها التنقلات ديال هذه المركبات بمختلف الانواع ديالها، واش هو تنقل اللي هو مبرر من اجل الحاجه من الحاجات اللي هي محدده في الاطار القانوني، او كاين تنقلات اما من اجل كماليات او من اجل الخرق ديال هذا الحجر الصحي. فين غادي؟ فين غادي؟ راجع من الخدمة. ساهل. زين. فين غادي انت؟ غادي للدار. فين كنتي؟ مشيت قضيت في الدار شي حاجه وعطيت لواحد السيد شي فلوس اللي تخلص. وهادو ماشي من الضرورات الاستثنائيه اللي غيمكن لي تخرج عليهم. نعم. وعلاش خارج؟ لا هذه حاله مليحه. ديالها شنو هي هذه المليحه؟ عطيت السيد شي فلوس. الحاله ديال الالحاح حتى فسرتيها بهذه الطريقه هذه. هذه ماشي حاله، شوف الحاله المليحه
هو اللي هي كيشملها الاستثناء. عندك شي حد مريض، عندك شي ضروره ديال العمل، عندك شي صيدليه غتجي تجيب فيها شي دواء اللي من اجل الاستشفاء، راه اخر انذار، وخصكم تعاونوا مع الناس باش دير الخدمه تكون غدا مزيانه. زيد خلي هذا كيدوز. زيد الحاله اللي عينتها كاميرا مساحه الضوء هي حاله غير عاديه، لكن شنو هي الحالات اللي مسموح فيها خرق قانون حظر التجوال؟ مثلا غادي يمشي يقلب على ادويه، غادي يراجع الطبيب من اجل الاستشاره او من اجل العلاج، وكاين الحالات الاخرى اللي هي فيها الحاح ديال العمل اللي توا مسموح به. هذا بالاضافه للحاله الثالثه اللي يمكن لنا نضيفوها، اللي ممكن انه يخرج في اطار التبضع ولكن عنده واحد الساعات قانونيه، كتفوت الساعه 18 ما بقاش عنده. وهذه في اطار ديال التبضع، راه كاين حاجه شيء اللي مليحه، راه ماشي غنمشي نقلب انا على بعض الكماليات ونقول انا خارج نتبضع. الحاله ديال التبضع هو الحاله اللي هي الحوايج اللي يمكن لك هم ملزم بهم، انه خصهم يكونوا عندك في المنزل من اجل يوميه وماشي يوميه. خزانه احنا كنطمحوا تكون هاد القضاء ديال هاد الحاجيات ديال التغذيه انها تكون مره واحده، ما تكونش مرات متعدده، انه يكون خروج متكرر. ما تعطينيش راك الترخيص ديال الشركه ولا ديال الخدمه. هاد الشريف هاد الشيء راك سمعتيه في الواتس. هي هذه هذيك، دور هذيك، دور هذيك، دورها دورها دورها. اخر انذار سير هز ديال السلطه المحليه، حتى عود قلب اي واحد يبغي يركب معاك، قول لي واش عندك شي ترخيص. المواطنين اللي كيتنقلوا من مكان الى اخر هم ملزومون برخص التجوال، لهذا اصحاب سياره الاجره من الواجب عليهم تحري هذه الرخصه عند اي زبون قبل اي رحله. سلام. فين غادي؟ سوبر مارشي. فين؟ سوبر مارشي. Pourquoi؟ Pour faire les courses. Quel marché؟ هذا كارفور. فين كارفور؟ أنا. بس دايز هنا وقال لي دور مدينة. لا سير رجع لهذاك اللي قريب لك. فين كتسكن؟ فين؟ هنا جست كنت روي تشوركو راسي. راسي خصك تمشي للراسي ما تمشيش هنا. سي راسي. لا هذه ماشي راسي، هذا المعارف هذا. راسي سي لوطو كوتي. محسوب على لا نو. Il y a notre marché dans le quartier de Racine, juste à côté, quartier Gouti. Allez, vous retournez, monsieur. Merci. Allez, salam. Fin khdama. Fin khdama. Fin khdama. Ah, ma tchi tbib. Ah, je vous dis, signe avec le ورقه ديالك. سنيها راك ما سنيها شي، ما سنيتيش الورقه ديالك. لا شو؟ لا شو؟ أعطيها الطبيبة هذه، تعطيك ديال العون. شو العون هو اللي غادي يسنيها ماشي انت. نعم. راه ما سنياش لك العون. يلا تفضلي.